اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحه، مستني مصالحة منغمس في ذاته كده، عايز يتفق مع شريكه على حاجة، عايزين يتفقوا على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل، إما إن هي مثلا إيه يعني يتفقوا على الارتباط إن هما خلاص يكملوا ارتباطهم، أو على طريقة التعامل ما بينهم، يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده، من هنا ورايح انت مثلا بليز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقه دي، بيظبطوا حاجه نحو المستقبل، يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجه وحاجه يكملوا بيها للمستقبل. انا قاعده في الظلام، انا اهو في الظلام يا حبيبتي، شايف شريكه ازاي؟ العذراء شايفه شخص غني، مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعه، غني غني بمشاعره، غني بأخلاقه كده يعني، وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده، وكمان وأمان، ده that's it. أكتر حاجة الأمان، شايفه الأمان بالنسبة لي، بس الطاقة ما بينكم متقلبة، طلع نازلة، يوم حلو يوم لا، برتم سريع، ما هو ده طبيعي إن العلاقة تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs. اوكي انا خايفه يا جماعه، انا خايفه بجد، انا اقصد تقلب سريع اللي هو لسه مصالحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض، فاهمين قصدي؟ متقلبه عامله زي موج البحر. الشريك بقى، الشريك عايز ايه؟ الشريك بصراحة أنا شايف إن هو مش عارفة كسلان ولا إيه الموضوع عنده، هو مش عايز يعمل حاجة، أنا هقعد كده مأنتخ ويعني أنت زبطي أي حاجة، مش عايز يبذل مجهود، ما بيبذلش مجهود، مأنتخ. أوكي بس نفسه في صفحة جديدة، يعني إن أنت تغفر له اللي فات ده كله، اللي هو إيه turn the page، نقفل الصفحة ونبتديها من الأول، بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده، يعني هي مجرد أمنية. شايفك ازاي؟ شايفك برضو سعادة، شايفك احتفال، بيحب يحتفل معاك، انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال، which is طاقة ايجابية جدا وحلوة جدا. بس تعالوا نقلبها، لو العذراء هو الشريك، يعني فاهمين قصدي ايه؟ ان يعني شريك العذراء هي البنت، فهي شايفاه بيخونها وحاسه بخيانه، افتكر حاسه مش حقيقي، يعني هي مجرد احساس، شكوك، فاهمين قصدي؟ شكوك. ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ في حيره كده، قاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عمليه تقييم، قاعدين بقى اتس باك، الحمد لله الحمد لله على السلام، بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطه، بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فتره طويله جدا من حياتكم وهيبتدي ينهار، اوكي، والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس، انهيار لشيء وحش، حاجه كانت غلط في حياتكم، ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصوره تتضح. الشهر اللي بعده شايفه انه في عطاء اكتر، هتدوا لبعض حاجات، هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شويه بعد الانهيار ده، بعد الحاجه الصوره دي ما تتضح، هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبذل. طيب اللايف فصل، ما انا عارفه بس رجع تاني اهو يا جماعه، الحمد لله. لعلمك بقى زران كان عامل جو رومانسي. لا لا يا بنتي انا كنت خايفه قوي يا ايمان، لا حرام عليكي كنت خايفه، فاصل بس رجع الحمد لله خلاص. طيب اوكي رجع الحمد لله خلاص، تمام. بصوا بقى يا جماعه، في بقى مفاجاه هنا،
نورة خالص انت يعني. معانا بقى يعني مش عارفة اقول ايه، هي حماتي بس هي صاحبتي اخر حاجة. رحبوا معانا بتوتو يا جماعة. توتو هتلاقوا اسمها تي يو يو وتي يو يو، اعسل شخصية في التاريخ بتتفرج عليا النهاردة. منوراني يا توتو حبيبة قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا قمر، بس يعني هكلمك بعد اللايف اقولك. تمام. ايه علاقة برج العذراء ابو مع بنت الاسد؟ طيب ده هنشوفه كمان شوية في كارت، نسحب كارت. ولا بتقولك نورتي يا ست الكل، اهلا وسهلا كمان حماتك ردي. حاضر يا اهي، انتوا هتتشعلقوا فيها ولا ايه؟ نرحب كلنا يا احلى حما في مصر. انا ما اقدرش اقول عليها حما الصراحه، ما اقدرش. يا اميره مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد يقول لك نورتي. انا بقيت مش عارفه الحاجات ليكي ولا ليه. احمد كان تاني بيقول لك منوره يا توتو حبيبه قلبي. توتو من اكتر الناس بصراحه اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، وكانت مامنه بيا الصراحه. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى، يلا من ناحية شريك كويس. ربنا يخليك ويطول عمرها. امين يا رب، يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرا قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معانا في اللايف النهاردة. بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى؟ في السؤال الواحد. تمام؟ يلا بينا. القرايه اللي كسبت معانا النهارده هقول اول اسم بس، ثانيه واحده ارد على ممكن دلوقتي. طيب دي يا رشد بعد ما نخلص، بس خلينا نخلص بس القرايات الاول. طيب انت ليه مديني سكرين شوت؟ فين الكونفرسيشن اللي كاتبينه؟ سوري يا جماعه، ادوني بس ثانيه واحده هبقى معاكم. نورتي يا توتو، الناس بتتكلم عليكي يا توتو. توتو بس بقالها كتير مش بتستعمل فيسبوك، فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي، بس انا متاكده انها بتسلم عليكم كلكم. طيب البنوته اللي كسبت فين يا راشد؟ بس اهي. اوكي. سارة 18/8/96. استعدي يا سارة، يلا قريتك حالا. اوكي سارة 18/8 برج الاسد، حلو قوي. هنقرا لها قراءة عاطفية. محمد 17/5 كويس قوي. التور كويس قوي. ماشي تعالوا نشوف سارة وشريكها الاخبار. لو انت بتتواصل معاها يا رشد دلوقتي، لو عندها اي سؤال خلال القراءة قولي. ميرسي اي على الشير، ثانك يو. زعلت منك، عملت كتير شير. وبليز ما حدش يزعل من حد، عشان خاطري ما حدش يزعل من حد. كل مره بنختار بشكل عشوائي والله، الموضوع ما فيهوش اي حركات يعني. طيب اسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل، يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش ارجع اسمعه تاني لاني مش فاكره. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. اختنا سارة عايزة ايه؟ سارة يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي،
مع الشريك او حتى لوحدها، يعني هي عايزه الحاله الماديه تتطور اكتر او عايزه تحس بامان اكتر. اصل الماده دي بترمز لحاجتين، الماده في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني، او الامان، لان هي الامان فهي بتنقصها دي، اما فلوس او امان. حيرانه في حاجه، تاخدي قرار حاجتين شبه بعض ومحتاره فيهم، واجابه الحيره بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي، يعني ما فيهاش ما تتحسبش. مش مرتاحه مع خطيبها، اوكي. شايفه شريكك ازاي؟ شايفاه في صراع، يعني انت عايشه في صراع، يا اما في ناس كتير حواليك وبتتدخل في العلاقه بتاعتكم، وتش حاجه انا ما بحبهاش خالص يعني، وما فيش حد يحبها. لو هي الموضوع كده وفي زحمه عندك جوه، طلعي ناس ما لهاش لازمه وتبقي انت وهو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شويه. اما انتوا علاقتكم فيها عقبات كتير، كل ما تطلعوا من عقبه تخشوا في عقبه جديده، او انه هو نفسه خناقه، يعني انتوا اتخانقوا مع بعض كتير. انا شايفه الطاقه بينكم فيها رضا، يعني ايذر انتوا الاثنين حاسين برضا او طرف واحد، بس انا شايفه ان الطاقه مش وحشه، حلوه جدا، رضا فيها سعاده. يعني الشريك عايز ايه؟ لا، الشريك بيتخانق شكله، الشريك افتكر بيحاول يا اما داخل منافسه بينك وبينه، اما ان هو بيحاول يسيطر، اما ان هو من النوع اللي بيدافع عن نفسه لمجرد الدفاع عن النفس، فاهمه قصدي؟ بتاع مشاكل يعني، شكله بتاع مشاكل. بس نفسه ايه؟ نفسه يقدم لك حاجه، يعني على فكره هو في الحقيقه بيحبك، لا بيحبك، ونفسه يبقى الفارس، فارس احلامك، ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفك ازاي؟ شايفك شايله هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك، فوق ما انت ممكن تحتملي. في حاله دلوقتي، معرفش دلوقتي، يمكن انتوا في حالة امل، العلاقة خدت بقى فيها امل اكتر، او العلاقة فيها فرص اكتر، مديها فرصة او هو مديكي فرصة، في فرص. بس بعدين في حالة تقريبا هتندموا ان انتوا اديتوا الفرصة دي، تحسوا بندم، يا ريتني مديت الفرصة دي، يا ريتني كنت عملت حاجة تانية. بعدها شايفة موقف صعب، او التدين، او ان انت هتبتدي تقرب من ربنا اكتر، او شخص فيكو يعني طرف فيكو هيبتدي يقرب من ربنا. فانا شفت سلسلة الاحداث كده، انت عايزة امان اكتر، او عايزة مستوى مادي احسن، محتارة، شايفة طاقة فيها عنف او فيها دوشة او مشاكل كتير، هو بيحاول يكسب ارض، يعني اللي هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي، بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدم لك حاجات، كل الحاجات تتمنيها. شايفك تعبانه وشايله هم كبير، والطاقه ما بينكم طاقه حب، لا طاقه رضا، هي رضا اكتر من حب، بس فيها سعاده، فيها رضا يعني. في فرص هتدوها لبعض الفتره دي، بس واضح ان انتوا هتندموا على الفرصه دي. وبعدين موقف صعب، دي قرايه الشهر. بصي هتقولي لي ده فراق، انا مش شايفه فراق، هي زعله. لو انت شايفه انه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي، والدنيا عندك فيها مشاكل من انتوا مخطوبين، لا وقفي الموضوع من دلوقتي، يعني مش هقول لك اكتر من كده، لان لو هي باديه بمشاكل كبيره بالشكل ده بعد الجواز هتكبر اكتر، انا اوعدك. دي كانت القرايه الخاصه كانت معانا النهارده، ويلا باب الاسئله اتفتح زي ما اتفقنا. اسم، عايزة تعرف في سفر، حاضر حاضر يا مير، ومن عينيا اسحب لك كارتي حبيبتي. بس نشوف لسارة اخر حاجة، عايزة تعرف في سفر ولا لا. ميرسي يا رشد انك فكرتني.